مرحبا بحضراتكم، مكملين معاكم تغطيتنا النهارده داخل محافظة البحيرة وبالتحديد قرية الأبعدية بمركز ومدينة دمنهور، وأيضا من داخل المركز التكنولوجي. كان لنا هذا اللقاء مع 2 من مواطني هذه القرية، هنشوف الخدمات اللي اتقدمت لهم إلى أي مدى هناك استفادة منها. مرحبا بحضرتك معنا. مواطن عمر عبد العزيز حسن عبد الفتاح من قرية الأبعدية أبا عنجد. أهلا بحضرتك، تشتغل يا أستاذ عمر؟ حديد مسلم. أهلا بك. شايف إزاي الافتتاحات الأخيرة، وإزاي أنت كمواطن من أهل القرية تستفيد بها؟ أنا عشان نتكلم عن الإنجازات الجديدة، تمام حضرتك، لازم نرجع لورا شوية، معلش أنا آسف، نرجع لورا شوية، تمام. في الستينيات، تمام كده، في أيام زعيم جمال عبد الناصر، تمام، كانت البلد ديت بلد قرية صغيرة، تمام، حوالي 30 بيت، فجت اتحرقت بالكامل، تمام حضرتك. أما اتحرقت بالكامل فجه زعيم عبد الناصر أمر بدي كلها، كانت أرض زراعية، أمر بيها، تمام، بأن هي تنزع ملكيتها وتتبني، تبقى كلها بيوت زي ما حضرتك شايف. كويس، تمام كده. بعد كده بقى في تطورات، يعني زعيم برضو السادات، تمام، مبارك، ورئيس حسن مبارك، تمام كده، بقى في انجازات برضو، تمام، بس انجازات اللي هي الحقيقيه، تمام، ما اتطورتش غير بعد 60 سنه. هو ده التطور الحقيقي، تمام، وده الشيء اللي كنا نتوقعه ونتخيله، تمام، ان هو بيبقى فيه طب اسري، تمام، جمعيه زراعيه تخدم الاصلاح الزراعي، مركز تكنولوجي، تمام، اللي احنا موجودين فيه حاليا، تمام كده، جميع الخدمات اللي هي موجوده، تمام. بالنسبه للتعليم بقى تعليم، تمام، مدارس، صرف سياحي موجود، تمام، النت موجود، حلوه كده، وجهات كمان البيوت ما شاء الله، وجهات البيوت جميله مظبوطه، تمام. ونشكر كل حياه كريمه ديت، تمام، مظبوطه، حلو. ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي دوله الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمام، على كل الخدمات وكل من ساهم في جميع الخدمات بالقريه باكملها. طيب هناخد راي اخر برضو معنا، احد المواطنين، بتعرف حضرتك؟ صالح شعبان، سكرتير قريه الابعديه سابقا وبالمعاش حاليا. يا اهلا وسهلا يا استاذ صالح، بما انك كنت سكرتير القريه سابقا فاكيد عندك خلفيه عما كان وما حدث الان. ما كان فالامكانيات كانت ضعيفه، اما حاليا بالنسبه للوقت الحالي اللي احنا بنشوفه بعينينا حاليا كمن انجازات، شرف كبير لنا للقريه يتم زيارتها عن طريق رئيس الجمهوريه. طبعا صعب ان مثلا ان الرئيس ينزل القريه دي، حاجه كانت بعيده علينا. النهارده لما نشوف رئيس القريه في وسطينا ويقدم لنا الخدمات اللي احنا بنحتاجها وكنا محتاجينها، دي شرف كبير لنا بصراحه، حاجه احنا يعني نحمد الله ونشكره على قيام السيد الرئيس بهذه الزياره للقريه. ابرز الحاجات اللي حضرتك متابعها حاصله؟ ابرز الامكانيات، الحاجات اللي حصلت لنا بالنسبه للمركز التكنولوجي والخدمات المتوفره به، ووحده الاسعاف والمطافي والخدمات الزراعيه، انجازات ما كناش بنحلم بها بصراحه، لان كان في العصر الماضي ما كناش بنوصل للانجاز اللي احنا فيه حاليا في الوقت الحاضر. اوصف لي فرحه الناس بقدوم السيد رئيس الجمهوريه. لا، فرحه ما تعوضش بصراحه، لان رئيس الجمهوريه ينزل قريه امام الاهالي حاجه تشرف يعني. وبصراحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الناس اللي هو الواحد يعني يتمنى يشاهد ان رئيس قريه في وسطينا وبالانجازات اللي احنا بنشوفها حاليا. رئيس جمهوريه موجود وسطنا في القريه، دي شرف كبير لنا كقريه. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. دي كانت اصوات اهل هذه القريه، وطبعا دول مجرد صوتين من 117 الف مواطن عايشين في قريه الابعديه. التغطيه مستمره على مدار اليوم من قريه الابعديه.